من المعلوم أن كل ما يجري في هذا الكون بإرادة الله عز وجل ولو أراد الله سبحانه وتعالى لعبده خلقه من الإنس قهرا زي باقي المخلوقات في هذا الكون ولكن ربنا سبحانه وتعالى حب من الإنسان على وجه الخصوص أن يؤمن به ويسلم لي ويعبد طواعية دون إجبار أو إكراه وسبحان الله بيحضرني موقف سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما مع زوجته السيدة عائشة رضي الله عنهما بنت طلحة لما قال لها أمرك بيدك جملة كده بتتقال في حال تخيير الزوجة في حدوث مثلا طلاق أو مفارقة للزوج فقالت قد كان بيدك عشرين سنة فأحسنت حفظه فلا أضيعه إذ صار بيدي ساعة وقد صرفته إليك فأعجبه ذلك منها فأمسكها ولم يطلقها يا جماعه امر السيده عائشه كان في ايد سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما في الاصل ولما خيرها اختارته فاستمر برضه الامر في ايد سيدنا الحسن ابن علي ولله المثل الاعلى في ثنايا قول الله تبارك وتعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين يعني المقصود اللي خص الله عز وجل به الانسان من حريه الخيار انه يمتثل او لا يمتثل وده مقتضى قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بل لم يجعل الله عز وجل في هذا الدين اكراه لانه الغني عن الخلق اجمعين سبحانه وبحمده ومع ذلك لا يرضى للعباد ولا منهم غير الاسلام قال تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وبناء عليه فامتثال المؤمن لأمر الله تبارك وتعالى ليس تفضلا منه كمخلوق ولا منا على خالقه بل هو في الأصل حق لازم لله الخالق على الإنسان عموما وعلى المؤمن به خصوصا أثناء السير إليه في رحلة الحياة وبطواعية الامتثال بيحقق العبد السائل إلى الله عز وجل أعلى مراتب العبودية سبحان الله شيخ الشعراوي ربنا يرحمه رحمة واسعة كان ليه لطيفة جميلة قوي بيفرق من خلالها ما بين لفظ معنى العباد ولفظ معنى العبيد فبيقول رحمه الله إن العبيد هم الذين يقهرون ومنهم من يختار التمرد على الحق ولو كان اختيارهم بايديهم لتمردوا دون ادنى تردد. اما العباد هم الذين اختاروا الانقياد لله في كل الاحوال. لسان حالهم بيقول يا رب انت وهبت لي حريه الاختيار فاخترت انت فاخترتك انت وان تختار لي ما تحب وعشان كده الله عز وجل الخالق بيقول للشيطان في شأنهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين اللي هم العبيد اللي اختاروا التمرد والعياذ بالله إذا فللشيطان سلطان مطلق على العبيد ولا لديه أو عليه سلطان على العباد وهنا بتتمثل حقيقة الإسلام اللي أخذ ربنا سبحانه وتعالى عليه العهد والميثاق قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين عهد وميثاق استسلام وتسليم لرب العالمين مش تسليم مسلوب الإرادة أو تسليم من جبل على الطاعة بل تسليم إرادة واختيار من آمن بالله رب ورضي به في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده في هذه الحياة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت